هنقول النهاردة إن شاء الله 8 أعمال يخلوا الملائكة يدعوا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء الملائكة زي ما قال كتير من العلماء إن هو مستجاب أو يرجى إجابته، أقرب للإجابة عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم ملائكة مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أول عمل يخلي الملائكة تدعي لك إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بخلاف إن ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليك 10 مرات بكل مرة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تقعد تصلي عليك طالما انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد منكم او ليكثر. براحتك، عايز تقول قليل، عايز تقول كتير. طبعا لما تقول كتير فايدة ليك، هتقول 100 1000 2000، كل ما تزود فايدة ليك. طول ما انت قاعد اقعد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك، يرحمك، يغفر لك، والملائكة كمان تصلي عليك. تاني واحدة زيارة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني الصبح كده، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. انت متخيل قد ايه؟ 70,000 ملك يقعدوا يصلوا عليك، يدعوا لك من ساعة ما رحت لغاية ما تمسي بالليل. وإن عاده عشية بالليل إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. هتروح تزور مريض في مستشفى، تروح تزوره في بيته، وتروح تزوره في أي مكان، الملائكة تقعد تدعي لك من الصبح لغاية بالليل أو من بالليل لغاية الصبح. رقم 3، الدعوة لأخيك بظهر الغيب. إنك تدعي الواحد بظهر الغيب، الدعوة دي مستجابة. مش كده وبس، لا، ده الملائكة تقعد تصلي عليك، تقعد تدعي لك، وليها فوائد كتير تانية إن شاء الله نقولها في فيديو لوحدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك، كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: ولك بمثل. يعني لما تدعي لأخوك بظهر الغيب، الملك يقول لك وانت كمان ليك نفس الدعوة اللي انت دعيتها لأخوك، وزي ما قلنا دعوة الملك مستجابة بإذن الله. رقم 4، الناس اللي بتروح للصلاة بدري وتلحق تصلي في الصفوف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. تلحق تنزل بدري وتروح تقف في الصف الأول عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك فيرحمك ويغفر لك، والملائكة كمان تصلي عليك وتدعي لك. رقم 5، انتظار الصلاة، قبل الصلاة وبعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة. هتقعد في المسجد تنتظر الصلاة، فأنت كده في صلاة. طيب والمرأة اللي بتصلي في البيت، المكان اللي هي بتصلي فيه اتوضت وقعدت منتظر الصلاة، يبقى هي برضو كده في صلاة، أو حتى لو راحت صلت في المسجد وبعد الصلاة جلست تذكر ربنا سبحانه وتعالى، فالملائكة تقعد تستغفر لك وتقعد تدعي لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. قعدت ساعة، قعدت ربع ساعة، قعدت 10 دقائق، زي ما تقعد. رقم 6، المتسحرين، الناس اللي بتتسحر عشان تصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يصلون على المتسحرين. طبعا اللي بيتسحر ده بيتسحر عشان عبادة عظيمة، والسحور في نفسه عبادة عظيمة، عشان كده كان من أجره ومن ثوابه إن الملائكة تقعد تدعي له. رقم 7 بقى ورقم 8 فيهم ثواب، لو قعدت تتخيله مش هتقدر تحصر كمية الثواب اللي فيهم، وهم من الأعمال الصالحة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليهم كتير جدا. رقم 7، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون. يصلوا على مين؟ بيدعوا لمين؟ أهل السماوات، الملائكة وأرواح الشهداء وأرواح الأنبياء والحور العين، كل اللي في السماء وكل اللي في الأرض، حتى النملة أصغر مخلوق وحتى الحوت أكبر مخلوق، بيصلوا بقى على مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلون على معلم الناس الخير. الناس اللي بتعلم غيرهم الخير، الناس اللي عندهم إيجابية وبيحبوا يفيدوا الناس، سواء بيفيدوهم بعلم ديني أو بعلم دنيوي، يعلموهم قراءة القرآن، يعلموهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلموهم أي شيء فيه خير، أو يعلموهم الطب أو الهندسة أو أي علم من علوم الدنيا، كل دول بيصلوا عليهم. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ويا سلام لو كل واحد فينا خد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يعلم غيره الخير، يعلم أولاده، يعلم أصحابه، يعلم جيرانه، يعلم أي حد بيقابله، يعلمه أي خير، هتلاقي المجتمع بدأ ينصلح ويبقى كويس. يعلموا الناس الأخلاق، يعلموا الناس الأداب، يعلموا الناس المعاملات. أي خير أنت تعرفه علمه للناس، حتى ولو كانت معلومة صغيرة. أي معلومة تعرفها عرفها لغيرك. سمعت معلومة مثلا من واحد ثقة،
انشر المعلومة دي بين الناس، لو مش هتعرف تقولها انت انشر كلامه بين الناس. طيب الجزاء ده للناس اللي بيعلموا غيرهم الخير، طيب واللي بيتعلم بقى ملوش جزاء برضه هو كمان؟ لا طبعا، له جزاء كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتعلم العلم. وده آخر عمل هنقوله إن شاء الله في الفيديو ده، رقم 8 من الأعمال اللي بتخلي الملائكة تدعي لك وتصلي عليك طلب العلم. وزي ما قلنا برضه، أي علم نافع وخاصة علم الدين، إنك تتعلم العلم الشرعي عشان تعرف إزاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اتعلم العلم الملائكة تدعي لك، علم غيرك العلم الملائكة برضه تدعي لك. ومش الملائكة وبس، ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك يغفر لك ويرحمك، والملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض يدعو لك ويصلوا عليك. دي كده كانت بعض الأعمال اللي بتخلي الملائكة تصلي عليك، وإلا فهي أعمال كتيرة جدا. حاول تعمل الأعمال دي عشان الملائكة تصلي عليك وتدعي لك وتستغفر لك، وربنا سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.